اكتشفت شغلة، كل الفنانين اللي قابلته لهلأ كل واحد شخصيته شيء، تجمعهم المي، كلهم بحبوا البحر. شو سره هالبحر؟ خلينا نشوف مع نوال شو سره. حلو البحر؟ رائع، ما بيخلص البحر. أنا ما في يعيش بلا بحر وبلا شمس وبلا صيف وبلا صفا، لأنه أنا بالشتاء بحس مودي كثير بتغير وبتقلب حسب الطقس، لأنه بحب هيدا الصفا. النور؟ ايه النور والصفا. يعني أنا إذا بكون كثير مزعوجة وكثير متضايقة بقعد هون بس بتفرج على موج البحر كيف هو هلا، برتاح نفسيا. فيه سر، فيه قوة، في شيء بحياتك موجود بس مش شايفتيه؟ ايه واو. غير الميات اللي اجى علي هلا، ومش بس اجوا علينا. الكاميرا مش الحال، اجوا حوالينا كمان. نسيت الكاميرا. شو اللي شايف، شو اللي موجود ومانك شايفتيه؟ قوة عظيمة بحياتك. بحياتي موجود ومش شايفته. ايه ما بدك تشوفه. انا ما بدي اشوفه، انه كل شيء هيك بيزعجني مثلا وبقدر اتغاضى عنه بحاول اني ما اشوفه وما اعطي اهميه. يعني مثلا انا بحس انه انا اذا بدي افتح هذا موضوع معين مع هذا الشخص بحبه انا، ممكن يسبب لنا بسوء تفاهم بتغاضى عنه. ما بحب المواجهه؟ بحب المواجهه بس مش بكل الاوقات، اوقات مش لازم تواجهي بتخسر الشخص، لانه اوقات بتكون انت فهمانه شيء وهو غير شيء. يعني بس مش اذا حطيتي جواتك وبلعتي بلعتي بلعتي مثل ما البحر بيبلع بيجي اليوم وتلفزيون كلهم. ايه انا بصير مثل نهر، نهر يعني عم بتجودي. بتكون خلاص الامور خلصت انتهت على الاخر. ما بتعاتبي؟ لا ما بحب اعاتب. ليه؟ لانه يعني انا لاخذ هيك قرار قديش انا مقتنعه انه انا على حق، وما بتقبل حدا يضحك علي ويخبرني اشياء انه هو الحق معه وهو يمكن غلطه وبتمرق. لا خلاص اتسناف. اوكي اذا اخذتي قرارات واوقات باخذ برايهم بكون رايهم يمكن هن الصح انا بمشي عكسهم من هيك على طول. بتعندي حالك فاذا بتعندي حالك. ايه بعندي بس هيك. ايه ولما تغلطي، لما تغلطي توقعي بالغلطه كيف تقدر تخلصي حالك منها؟ بتكل على ربي ولأنا بتكل عليه بكل الأوقات. بحاول قدر المستطاع إنه ما حدا يتأذى من هالموضوع، يعني الكل يفل على حب ورضا. ما عرفش ليه ببقى معك متغيرة، فرحانة ليه وكأني طفلة صغيرة حاسة بحياة. أنا عمري قلبي ما حساه غير بس لي. في شخص على تويتر بعت لي لما عرف إنه عم بعمل معك انترفيو، بعت لي قال لي اسمه سلمان في بي تن، سلمان تن، سألني بليز اسألي شو أكثر شيء عندها ثابت بحياتها؟ السلام الداخلي اللي هو ما بيتغير. ما بيتغير، وأنا إنسانة ستابل يعني ستيبل، ما كثير بتغير احاسيسي وحده، رايي واحد، الا اذا اكتشفت اشياء امور ثانيه لقيتها انه مشكله كثير كبيره بتركها فل. بس انه انا محبتي لالي كل عمرها بتضل هيك ما بتتغير. والله العظيم ليك وين ربنا. كلنا بنحب، انا مش مشكله. انت بتجنني، انا بحبك من زمان. وانا كمان. بعدين رحنا قعدنا شو اسمها هيل؟ ها؟ سنبد؟ في لها ترجمة بالعربي؟ مهم قعدنا على شيء سنبد، قعدنا على سنبد. عايشة ريلاكس اليوم؟ مبسوطة؟ كثير كثير، أنا هيدا النهار بيعطيني إنرجي يمكن لشهر. عن جد؟ لو رجع فيك الزمن شوي لورا تغيري شيء بحياتك، شو بتغيري؟ ما حقلك شو ما بتغيري؟ بغير كل اللي مرق. بغير كل اللي مرق.
ايه لانه كان في كثير اغلاط اكيد انا مش ضروري تكون مني انا او من حدا ثاني، هي الحياه اخذتك. كل واحد بيبقى عنده مش اغلاط، عنده اشياء ما رأيته ومش راضي عنها، او لو برجع لورا بغير مثلا بشغلي هيك، بغير بزواجي هيك، غير اشياء مرقت بالحياه وكان ممكن يمكن ما كنت اعرف شو ممكن مثلا تعمل دروب معين بمحل بحياتي كنت ممكن اتفاديه، ممكن غيره. الناس اللي وثقتي فيهم كنت وثقتي فيهم؟ مش كلهم اكيد، ما كلهم. في حدا بقي معك من اول الطريق لهلا؟ اكيد امي وبي اكيد موجودين بحياتي. ما فينا نوثق بالغريب، بس اهلنا. ايه لا فينا نوثق بالغريب، بس يمكن كثير ناس بحياتي مرقوا ما كان لازم ينوثق فيهم، كثير ناس مرقوا كانت ثقتي بمحل فيهم، لانه ما في قول انه كل العالم ما بنوثق فيها، لا. بس انا اجمالا كنت اوثق بكل العالم، هلا لا صرت اعرف مين لازم ينوثق فيه ومين لا. نوال انت هلا فنانه، عندك شغلك وام لثلاث اطفال، وشو كمان؟ فنانة وام لثلاث اطفال وعزباء وعزباء ولكن عم برجع عيش حياة كان ممكن عيشها قبل عم عيشها هلا. شو اللي عم تعمليه من اول؟ يعني عم تحسي انه انت طفله هلا من اول شيء؟ في شيء خلق فيك جديد مثلا؟ انا شغلي اخذني من حياتي من زمان كثير، من انا وصغيره بقى في اشياء بعوضها، يعني بعوضها انه ممكن مثلا بكره بدي اطلع انا اعمل بسيكلات مثلا، بس هيدا الشيء ما كنت اعمله زمان، ما كان عندي كمان وقت، ما كان في كيف بدي لك اعرف انا شو بدك، تعطي وقت لحالك لإلك اكثر. ايه اكيد. ايه كيف بتشوفي كبرتك؟ بشوفها مهضومه، بشوفها صبيه، بشوفها في محل معين العالم ما لازم تشوفها. اكيد. يعني انا ما بحب يشوفوا انه بطل عندي بريء الجمال والصبا والنجوميه المبهره، ما بحب هون. انا اكيد خلاص بنسحب. انا بحب كمان هالوقت اللي بيبقى للانسان من حياته كمان يعيشه هو لإله، يعني مش مثل ما انا اعطيت كتير من حياتي وعمري و لفني ولشغلي، كمان حلو اعطي شيء لحالي انا كانا. بتحب تبرم العالم؟ بحب سافر، بحب مثلا صيفيه مثل ما هي اخذ بيت على البحر هيدا؟ ايه جزيره كثير بحب، انه انا هيك بقصد. بس ممكن ما يصير، ممكن لاقي حالي انا كفيت يمكن العمر غير انا اللي مفكره، بس انه انا اجملا هيك. اخطائك شو هي؟ اخطاء كل واحد منا بيخطئ، مخطئ باشياء كثير كثيره. هلا اكيد في اخطاء عن اخطاء بتفرق، في خطا بيسبب قتل يعني، وفي خطا بتكون لصالح الانسان اوقات. كيف بتحاسبي حالك؟ قاسي على حالك ولا بتقولي معلي نوال غلطتي هلا بتوقفي تحاسبي حالك تحكي حالك؟ لا انا مش قاسي على حالي، ما قاسي ماني قاسي على حالي، بالعكس بعطي لحالي فرص كثيره وطموح على طول قدامي، والاشياء الحلوه جايه على طول. شو بيرعبك نوال ما بدك ابدا تشوفيه؟ كان يرعبني الموت، هلا لا بطل يرعبك. ما بيرعبني بقى. شو ليش؟ حس انه في حياه حلوه كمان ثاني اللي هو الموت. شو حنكب اليوم بالبحر؟ همومنا. بدي شيء معين، بدي اياك تكبي لي شيء بالبحر، شيء معين، ما بدي شيء مجمل، بدي نوال تكب شغله اليوم بالبحر. بدي كب عمر حياه عشته ما كنت سعيده فيه، بدي كبه بالبحر. شو بتقولي له؟ بدي اقول له خذه وما ترجعه، لانه البحر بياخذ وبيرجع اوقات، بدي اقول له ياخذه وما يرجعه. بدي اشكرك نوال كثير كثير. ثانك يو. وانبسطت فيك كثير. عن جد انا كثير حبيت اللي عملناه، سلينا و
وهيك ركبنا بسكليت. ايه واكيد ما راح انساها هالحلقه لانه بحس انه هيك لها شيء عندي. ثانك يو. ثانكس لك. ثانك يو. الاثنين المقبل وفي نفس الموعد وسط منزله ومزرعته حيث مملكته التي يحب يستقبل رانيا برغوث وينطلق في الحديث عن نفسه منذ الطفولة وصولا إلى اللقب الذي يستحق وبجدارة إنه فارس الغناء العربي عاصي الحلاني. انتظروه.